الحرف الواحد مع أحمد ملا طلال. السلام عليكم. مصدر بقيادة عمليات نينوى أعلن أسماء المناطق اللي راح يتم إدارتها بشكل مشترك بين القوات الاتحادية والبيشمركة، وقال إنه الاتفاق تم خلال اجتماع صار اليوم بين الوفدين المكونين من قيادات عسكرية، ما أقدر أقول عراقية وكردية، قيادات عسكرية بغدادية وأربيلية. أما المناطق فهي المحمودية والشيخان وسحيلة والقوش وفايدة ومقلوبة، وهاي المناطق تقع بين نينوى وتوك، وبعضها كان يخضع لسلطة الإقليم من قبل أحداث 2003. المصدر أضاف أنه مناطق الخازر والقوير اللي بين نينوى وأربيل أيضا تم الاتفاق على إدارتهم بشكل مشترك، بينما باقي مناطق سهل نينوى ومخمور راح تكون تحت قيادة عراقية أو قيادة اتحادية فقط، إضافة لسنجار وزمار وربيعة. هاي أهم أخبار نتائج المفاوضات بين القيادات الاتحادية والإقليمية. أما ملفنا لهذه الليلة فهو كردستان عنب الدولة يهدد سلة الإقليم. اللحظات المفصلية بتاريخ الشعوب كلش نادرة، ومحظوظ اللي يشوفها ويراقبها من بعيد، ويا ويل ويله اللي يعيشها ويكون ضحية من ضحاياها. هذا ينطبق على إقليم كردستان تماما، واللحظة المفصلية اللي نقصدها كانت نتاج الاستفتاء، وبالتالي عمقها موقف كاك مسعود سواء قبل الاستفتاء أو بعده. اي نعم، كاك مسعود أعلن البارحة عن عدم رغبته في البقاء بمنصب رئاسة الإقليم، بس بنفس الوقت رجع لوظيفته القديمة جندي بالبيشمركة، يعني وكأنه يريد يصور أنه الحرب على الأبواب وريحة البارود ممكن تنشم بأي لحظة، مو بس ضد بغداد بل ضد حتى شركاء بالإقليم. هذا اللي يشوفه بعض المتابعين اللي ربطوا بين خطاب التنحي الناري وبين النيران اللي شبت بمقرات اليكتي وقوران، شغلة غريبة تبدو وكأنه مرتبة. بمجرد إعلان التنحي بدت موجة من الاعتداءات، اشتغلت من برلمان الإقليم ووصلت للفضائيات وما انتهت إلا بمقرات الأحزاب بأربيل ودهوك. بيانات الأحزاب اللي احترقت مقراتها طلعت ويا الدخان، وأكو بيها تلميح لبغداد حتى تحمي مواطني الإقليم، وهذا التلميح بحد ذاته ممكن يكون خيانة جديدة بين قوسين حسب مقاييس أربيل، بس ما لنا علاقة باللي يخطر ببال البارتي، المهم هو اللي يخطر ببال خصومها. وهنا البعض جت بباله فكرة أن تكون الفوضى اللي جاية عند الإقليم مرتبة ومخطط لها بكواليس البارتي لحسم معركة كردستان الداخلية، والمقصود تحديدا معركة أربيل ضد الخونة اللي سلموا كركوك البغداد، والخونة اللي عارضوا حق تقرير المصير، والخونة اللي نبشوا ورا كاك مسعود وحكوا عن حكومة إنقاذ وطني تدير الحوار مع حكومة العبادي. خبصة إلها أول وما لها تالي، خصوصا ويا التسريبات اللي نسمعها، مثلا الأخبار صارت شبه مؤكدة عن اتفاق قيادات بيشمركة البارتي ويا الجيش العراقي على تسليم ما تبقى من مناطق متنازع عليها يسيطر عليها البارتي. هاي الأخبار انعلنت ببعض وسائل الإعلام، بس اللي ما انعلن أنه البارحة باجتمع أبو ولاء الولائي عن الحشد الشعبي مع روج نوري شاويز عن الجانب الكردي، واللي صاير أنه شاويز عرض على الولائي استعداد البارتي لتنفيذ أي شيء تريده بغداد بشرط تتوقف عن التوسع وما توصل الأربيل، قايل له مستعدين نرجع الحدود 91 إذا تريدون، بس شرطنا الوحيد أن تنطونا ضمان بعدم دخولكم أربيل وإسقاط السلطة بيها. هذا شنو معناه؟ معناه أنه البارتي بصدد تبريد جبهته ويا بغداد حتى يتفرغ لمواجهة خصومه بداخل الإقليم، يعني الأولوية الآن مو البغداد بل السليمانية اللي جاي يجتمع بها خصوم برزاني. هنا ضروري ننتبه لقضية خطيرة جاي تدفع لها إيران، وملخصها يتعلق بترسيخ مشروع الإدارتين اللي نحكي بيها بعد صفقة كركوك،
بمعنى ممكن نشوف قريبا إدارة للسليمانية وحلبجة مقابل إدارة الأربيل ودهوك. أما كركوك فإدارتها مشتركة بين اليكتي وبغداد. هنا هل أنه مسعود برزاني عنده علم بهذا السيناريو وجاي يستبقى ويجهض بخطاب حرب مثل اللي سمعناه البارحة؟ ربما. هل علينا انتظار خطابات جديدة وإعلانات معارك جانبية؟ ربما. هل علينا أن نتوقع نيران بلون مختلف وحرائق من نوع مختلف؟ ربما. كلها ربما، لأن ماكو شيء مؤكد طالما دنعيش لحظة مصيرية. خلت مسرور برزان اليوم يجتمع بالسفير الفرنسي والسفير الألماني، لحظة مصيرية دفعت بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانية أن يشيل تليفون البارحة الظهر على العبادي ونجير فان برزاني، وهي نفس اللحظة اللي دفعت الخارجية الأمريكية لحث بغداد وأربيل للبدء بحوار جدي ومعمق وبجدول زمني. لحظة محظوظ اللي يراقبها من بعيد، ويا ويل ويل اللي يعيش بداخلها ويكون ضحية من ضحاياها. رحب بكم وناقش هذا الملف مع كل من سيد النائب كاو أحمد النائب عن كتلة التغيير، كذلك سيد النائب ريبوار طه النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ومع النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية سيد زانا سعيد، وكذلك مع السيد ماجد شنقالي النائب عن الديمقراطي الكردستاني. رحب بكم ضيوف الكرام، وخليني أبدي ويا سيد ماجد شنقالي إذا جاهز. شباب جاهز يعني؟ بعد ما جاهز زين. كاكاوة، أكون مثل عراقي يقول بطلنا من العنب ريد سلتنا. أنا العنوان يعني مقاربة لهذا المثل العراقي، وكأنه الكرد اللي حلموا بدولة الآن هم إقليمهم في خطر وإقليمهم مهدد. صح. بطلنا من الدولة، الآن نريد الإقليم سالم معافى بعملية سياسية سليمة. هل توصيفي دقيق انه فعلا الاقليم الكردستاني يمر بهذا الخطر؟ نعم، شكرا، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولزملائي الاعزاء. طبعا صحيح ان نحن كان قبل الاجراء الاستفتاء كان اقليم كردستان يتمتع بصلاحيات كثيره وبموقع قوي داخل الدوله العراقيه، ولكن مع الأسف بسبب عدم وجود حنكة سياسية وراء إجراء هذا الاستفتاء وعدم قراءة الخارطة السياسية والتبعات التي ستنجم عن هذا الاستفتاء، قام السيد مسعود البرزاني بالدرجة الأولى ومعهم الذين شكلوا اللجنة العليا للاستفتاء من الأحزاب الأخرى بإجراء هذا الاستفتاء في توقيت غير مناسب وأرضية غير مهيئة. ولذا نحن البارحة كاك مسعود يقول كل القوى الكردستانية، لا، كل القوى الكردية وافقت على الاستفتاء. ما تحلم بدولة كردية؟ نحن نحلم بدولة كردية، ولكن السياسة أو السياسة الواقعية الريال بوليتيك يحتاج من القائد ومن السياسيين أن يخطوا خطوات دقيقة في توقيتها المناسب وأن يكون هناك أرضية مناسبة. ولكن نحن كحركة التغيير نرى بأن هذه الأرضية والتوقيت غير مكان مناسب، ونحن حذرنا. شون حذرتوا المنسق العام للحركة راح صوت ثاني يوم؟ شون حذرتوا بيانكم ليلة الاستفتاء أيضا كان واضح باتجاه دعم الاستفتاء؟ يعني شوف، موضوع تصويت منسق الحركة بنعم للاستفتاء، طبعا نحن ليس لدينا المكتب السياسي مثل ما هو موجود في الحزب الديمقراطي الكردستاني او الاتحاد الوطني الكردستاني ان يكون مبيدهم قرار الاول والاخير في كل المفاصل. نحن لدينا منسق عام وهيئه تنفيذيه، هؤلاء هذه الخليه عليها تنفيذ قرارات المجلس القيادي. المجلس القيادي قرر بان يكون ناخبين أو مؤيدي حركة التغيير أحرار في التصويت، لأننا
نعم هناك كان بين مؤيدي التغيير شغلة السفيرة الأمريكية من قلة صدام حسين أنتوا أحرار وهي خلافات عربية بينكم بين نحن كحركة التغيير كنا قد كان لدينا بيانات واضحة بأن هذا الاستفتاح نحن لا نعتبره استفتاء قانونيا وليس في محله وحذرنا من التبعات التي ستحصل الآن خليني أقب نفس الخطاب ويا كاكريبوار الاتحاد بنفس الشيء الاتحاد عقد عدة اجتماعات وكان عنده ممثلين والنائب الأمين عام مالته كان يجتمع بكاك مسعود ومؤيد الاستفتاء الآن من طلعت نتائج الاستفتاء سلبية تخليتوا عن البارتي وتخليتوا عن كاك مسعود وصرتوا بغداديين أكثر من 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 البغداد نفسهم وعقدتوا صفقة وسلمتوا كركوك الآن نعم أستاذ أحمد المسألة لا ليسنا صرنا بغداديين أو غير شيء أو غير تسميات أكيد جنابك تدري والمشاهدين الكرام يدرون اتحاد الوطن الكردستاني خاصة اليومين الأخيرين كنا حريصين جدا على تأجيل الاستفتاء وقد طالبنا هذا في عدة اجتماعات برلمانيين طالبنا هذا الشيء القيادة في اتحاد الوطن الكردستاني وأكثرية الأعضاء المكتب السياسي رحبوا بمبادرة الأمم المتحدة يعني صراحة أو مبادرة المجلس الأمن لكن للأسف جنابكم تدرون يعني لحد هذه اللحظة نحن نعيش في كردستان لا توجد أحزاب تعكس هموم الناس هموم الشعب وفق تطلعات سياسية شعبية بل أحزاب فئوية ولربما مرات بما فيها الاتحاد محدد بنفر واحد يعني مستقبل بما فيها الاتحاد لا أنا المقصود هنا حزب الديمقراطي الكردستاني هم الأكثرية في بالنتيجة كردستان بالنتيجة كلكم المسؤولية تقع على عاتقهم أستاذ الخطاب ايش قد اعترضتوا الآن كلكم رحتوا صوتوا كلكم تحلمون بدولة كردية هذا لا مسألة ما مصوت مسألة قاطعوا النسبة الأكبر من التغيير قاطعوا أستاذ أحمد مسألة التصويت أو عدم التصويت أنا وصلت أين أبو كردي يجي نازل بس أنا مصوت لما لا لا أنا أتمنى صوت لما أنا برلماني ما إلك حق أنت تسألني خلي مجلس النواب يسألني والجواب يكون هذا خلي يكون صريح وياك هذا جواب دبلوماسي لا مو جواب دبلوماسي هاي حقيقة لا مو جاي أشوف يعني إذا تسألني أنا يعني كل همي يعني يكون هناك دولة كردية لكن وفق الظروف وبيئة ملائمة وفق أنتوا خايفين من الإجابة خاف مصيركم يصير مصير الـ14 نائب اللي احتمال باكر يصوتون عليهم وحيلهم للقضاء إذا هذولا ساعة صيرون أكراد وحريصين على القومية الكردية وعلى استقلال كردستان أنت تخليني أحكي له أنت تحكي إذا أنت تحكي ليش أنت بس أنا موجود هنا لا إذا أي واحد من 14 نائب إذا تم سحب الثقة منهم أو أي إجراء قانوني عليهم ضد في برلمان كأنه ضدي أنا كأنه أنا أيضا أنا أقول بكل صراحة هذا صاحبي وصديقه وفي كتلتي أو في الكتل الأخرى الكردستانية نفس الشيء يعني ما ممكن أن نحاسب أي شخص على التوجهات أو الرؤى السياسية مختلفة هذا وجهة نظري أنا أقول هذا تعبير عن حرية التعبير عن الرأي مسألة أما مسألة ما حصل أو منو مسؤول أو منو مسؤول هاي غير شيء نتكلم الآن ما بعد الاستفتاء التداعيات ما بعد الاستفتاء شنو اللي حصل مو موضوع تسليم الكركوك إلى قوات الجيش العراقي كل ما حصل هو إعادة النشر لقوات العراقية لا يوجد هناك تطهير أو تحرير إذا كان هناك من يفكر بأن هاي العملية عملية التطهير والتحرير فهو غلطان أنا أقول بكل صراحة كاكريبار اللي صار البارحة شيء خطير جماهير تدخل البرلمان جماهير أخرى غاضبة تحرق مقرات يعني كردستان جاي تعيش على شفا حفرة من النار نعم الحرب الداخلية يعني شرارة وتعلق بيناتكم هذا اللي خايف أنا متفق معك بهذا لذلك على الشعب في كردستان أن يدركوا الآن وأن يعي ما قام به السياسيين في كردستان وجنابكم شفتم البارحة اللي حصل في برلمان الكردستاني أنا أعتقد هذا غير مرحوب به للأسف الحزب الديمقراطي ينكر إنه بتوجيه أو بتنظيم ما حصل يعني أنا أتذكر عندما هاجم المتظاهرين عندك دليل على انه عندك نعم. دليل على انه بتوجيه يعني بتوجيه منظم واضح جدا يعني واضح. هذا التجمع الهائل من الشباب هذا واضح جدا انا اتذكر كلام سيد مقتدى عندما هاجم المتظاهرين على برلمان العراقي قال بكل صراحه نحن اللي
وجهنا هذا الشيء والشعب اجوا على البرلمان وقال اذا وهسه تريد تريد مسعود يقول انا اللي وجهتهم. يعني انا اتمنى كل سياسي يكون جريء، يعني كل اتمنى كل سياسي او كل قيادي يكون جريء ما قام به فليعلن عليه وهكذا. يعني ليش الخوف؟ واضح كعكزانا اشوف من اشوف السفير الفرنسي بيجتمع اليوم بكاك مسرور، السفير الالماني يجتمع بكاك مسرور، وزير خارجيه بريطانيا يوم امس يتصل بكاك نيجيرفالي ويتصل بالدكتور العبادي. هاي الاسره هسه مو الحزب اللي تحكون عنها، هاي الاسره يبدو عندها تأييد دولي وعندها علاقات دوليه. ما ممكن اذا حتى لا باعتراضاتكم ولا حتى باتهاماتكم الها انه هي المسؤوله عن خراب كردستان. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشعب الكردي له اصدقاء كثيرون والمجتمع الدولي بشكل عام له تقدير جيد جدا للشعب الكردي ولنضاله والبيشمركة وشهدائه ومشاركته في مقارعة الإرهاب. هذا ليس صداقة لشخص ولعائلة، إنما صداقة للشعب، وبدليل أن هؤلاء الأصدقاء تخلوا عن بعض السياسيين عندما تعاندوا معهم ولكن أبقوا على صداقة. لكن يبدو اتصالاتهم الأخيرة أنه بعدهم مصرين إلى أن مثلاً وزير خارجية بريطانيا من يتصل برئيس حكومة الإقليم. هم لم يخفوا علناً وقالوا معناها نبقى أصدقاء الشعب. الممثل لشعب كردستان في التفاوض مع بغداد حكومة الإقليم لحد الآن سيد جربان برزاني. نعم لحد الآن الحكومة قائمة وموجودة والبرلمان مدد عمله 8 أشهر، إذا الحكومة أيضاً لحد الآن هي موجودة ولم يتشكل أي شيء بديل عن هذه الحكومة. فالتعامل مع الحكومة، ونحن كنا نعيب على الأحزاب الأخرى عندما تأتي لتفاوض إلى بغداد، يأتون أحزاب إلى بغداد وكأنه لا عندنا حكومة ولا عندنا برلمان. حتى نحن كممثلي الكرد في مجلس النواب العراقي لم يشركونا في هذه المفاوضات. الآن المؤسسات الرسمية الحكومة وبرلمان إقليم كردستان يجب أن يتصدوا للتفاوض مع الحكومة الاتحادية واللي حل كل المشاكل العالقة. على ذكر السلة والعنب، العنب موسمي يذهب ويأتي، ولكن السلة هي المهمة. السلة باقية ومواسم العنب تتكرر. والله من يقول السلة باقية سيد باز الشنقالي إذا بقى البارتي بهذا التعنت، وإذا استمر السيد مسعود برزاني بهذا العناد بهذا خطاب النار يوم أمس، وإذا استمر بتوجيه الأسايش التابعة للبارتي بحرق مقرات؟ شلون أنا أحافظ على السلة؟ شلون أحافظ على كردستان؟ يعني ما كفى أنه قضى على حلم الدولة ويمكن أجله 100 سنة قادمة بسبب اصراره، الان يريد يجهض لتجربه اقليم ناجح صار 14 سنه سيد باجر. والله استاذ احمد في البدايه مساء الخير لك ولكل ضيوفك الكرام ولمشاهدي قناتك الكرام. يعني في الحقيقه اليوم حلم الدوله لن ينتهي لا بالاستفتاء ولا بغيره، حلم الدوله لدى كل الشعب الكردي سواء كان في تركيا في سوريا في ايران وفي العراق. أما اليوم اتهام الأخ ريبوار حقيقة هذا اتهام غير منطقي. أنا لدي اتصالات مع دهوك ومع زاخو بأن أعضاء الفرع في دهوك وزاخو كانوا موجودين مع أعضاء مكاتب وتنظيمات الاتحاد الوطني في مقراتهم. هؤلاء شباب اندفعوا وقاموا بالتخريب وكان توجيه بإلقاء القبض عليهم واتخاذ أقصى العقوبات ضدهم. هذا عمل غير ممنهج، وهذا حقيقة ليس هناك أي دليل على ما يقوله أي اتهام ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني. هناك خرجوا عفويا ولكنهم تعدوا على ممتلكات وعلى شعب اليوم. الدليل المهم الدليل هو وحدة الصف. الدليل أنه مباشرة بعد انتهاء خطاب كاك مسعود طلعت الأهل الشباب بشكل منظم ومرتب على باتجاه البرلمان وباتجاه المقرات في زاخو وفي أربيل. لا أخي أستاذ أحمد، الدليل اولا او اكد بيان اول بيان بعد الاستفتاء وبعد ما جرى وبعد 16/10 اكد السيد البرزاني على وحدة الصف الكردي، واليوم ايضا كل البيانات التي صدرت من الحزب الديمقراطي تؤكد على وحدة الصف الكردي. اليوم اذا حدث شيء يعني هذا لا يعني بأن وحدة الصف الكردي بالسوالف، وحدة الصف الكردي بالسوالف لا باختزال القرار الكردي بشخص كاك مسعود. شلون وحدة الصف الكردي؟ لا 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 هذا اولا هذا كلام غير صحيح وغير دقيق. اولا كل الاحزاب السياسيه ما عدا التغيير والجماعه الاسلاميه كانوا موجودين في المجلس الاعلى لاجراء الاستفتاء وكان قرارهم واضح باجراء الاستفتاء.
قد يكون الصوت الأعلى للسيد مسعود البرزاني، قد يكون هناك توجه داخل الاتحاد الوطني لم يكن، ولكن رفضهم لم يكن واضح. حتى حركة التغيير في الأيام الأخيرة ركبت الموجة، قالت إذا نجح الاستفتاء نحن معه، وإذا لم ينجح نحن نقول للآخرين بأننا رفضنا الاستفتاء بالآلية والتوقيت. هم لم يكونوا ضد الاستفتاء، لا تنسى كانوا ضد الآلية والتوقيت. لا تنسى أمير الجماعة، أمير الجماعة اللي راح صوت الصبح، أمير الجماعة أيضا صوت، أمير الجماعة راح صوت وقال أنا ويا حلم الدولة الكردية بالتأكيد. زين أنت صوتت له؟ لا أخي العزيز خلينا نسوي القائمة 15 أحمد أني أريد لا سويها 16 أني أستاذ أحمد أني أي 14 واحد إذا صار عليهم أي إجراء أني وياهم نهائي مباشرة أطلع وياهم خلي يضيفون اسمي أني لن أداوم يوم واحد إذا 14 تم رفع الحصانة عنهم الأفضل هسه ما أعرف أنت أكثر مني خبرة سياسية بس لو أنا سياسي هسه قدام شعب أقول إيه صوتت وهذا اصبعي البنفسجي وصوتت يعني ما خايف لا ما خلتني اجاوب تفضل لا اني ما خلتني اجاوب انت قلت لك اني اذا استعد احمد انت احسب نفسك كردي وخليك بمكاني وانت قرر صوتت لو ما صوتت لا انت صوتت انا اعرف ايش قد تحب قوميتك ها فما يحتاج أنا قلت لك أنت كردي أنت كردي وحسب أنت صوتت لو ما صوتت بالنسبة للسيد فاق الشيخ علي والسيد علي الصيف والسيد رئيس اللجنة السيد الزيدي يعني واضح عندهم الجواب الآن يمكن باكر اسمك مدروج ويا 14 راح يصيروا 15 وأي نائب كردي أكيد أي نائب كردي المفروض مجلس النواب يخليه أمام هذا المحك شو تقول ما يلم حق والله انت تخليه او ما تخليه طيب. هي هاي مساله قوميه مو مساله واضح خلينا بازمه كردستان اي وين المخرج بحكومه الانقاذ اللي اتفقتوا بها ويا دكتور برهم صالح باستمرار هذه الحكومه مع تمديد البرلمان دورتين جاي نشوف الامور تهدأ نوعا ما بين بغداد واربيل ونوعا ما تتعقد داخل كردستان من الأحزاب الكردستانية وين المخرج وين شو نطلع يعني قبل ما أجاب بسؤال جنابك أخ أحمد يعني أريد بس أوضح شيء أنه اللي حصل البارحة في برلمان الإقليم كردستان فعلا كان موجه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني ولدينا دليل فعلا يعني السيد سداد بارزاني أخ السيد مسعود البارزاني مدير مكتب السيد مسعود البارزاني كان موجودا داخل قبة البرلمان داخل برلمان إقليم كردستان عندما أتوا هؤلاء الشباب بتوثية وسكاكين و تقدر تعتبر دليل هذا؟ دليل يعني هل يعقل بأن أخ السيد مسعود البارزاني يكون موجود داخل قبة داخل بناية البرلمان وهؤلاء الشباب ونحن نعرفون بأنهم جميعهم كانوا من الحزب الديمقراطي الكردستاني يأتون إلى مكتب نائب رئيس البرلمان الذي هو عضو مكتب سياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ويعذبون النائب رابون معروف من النائب السابق لحركة التغيير ولمدة ساعة يعذبونه هل يعقل بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يكن لديه يد في هذه أو لم يكن موجه هؤلاء الشباب فهذا فقط للتوضيح زين. والنقطة الثانية أنه شنو المخرج أنا برأيي أنه المخرج هذا ليس الذي يحصل الآن في إقليم كردستان ليس بسبب الاستفتاء فقط وإنما بسبب سياسات فاشلة لمدة سنين منذ 1991 لحد الآن هذه النخبة السياسية لم تنجح في ملف في أي ملف من ملفات الحكم في إقليم كردستان وفشلت في جميعها وبقت آخر ملف وهو الملف الأمني والمناطق المتنازع عليها ومع الأسف قاموا بهذا الاستفتاء الغير المدروس وحصل ما حصل ونحن تقريبا يعني كنا نستطيع يعني قبل إجراء الاستفتاء لو كان سمعنا أصوات ومناشدات دولية وداخلية وعراقية لم نجري الاستفتاء صار أنا سألت على الخطوة التالية كان يكون هناك نجاح عراقي ونجاح كردي ولكن اللي حصل بعد الاستفتاء مع الأسف هناك نجاح عراقي وفشل كردي ولكن هذا الفشل لهذه النخبة السياسية وليس للبيشمركة ولشعب إقليم كردستان ولأنهم مغلوبين على أمرهم ويعانون منذ سنوات من هذه الإدارة والحكم الغير رشيد
فلهذا نحن نرى بأن هذه النخبة لو كان لديها الشهامة السياسية نحن بتقديرنا كانوا يأتون إلى على شاشات التلفزيون يقدمون استقالاتهم مثل أي سياسيين آخرين عندما يفشلون في قضية مثلا شو اسمه هذا اللي سوى الرجل البارحة انتهت ولايته وقال لك يعني خلاص هاي صلاح حياتي ورجعوها على هو ما يسوي ما يسوي استفضال هذا الجدل ما يسوي استفضال ليش الخشية على تجربة كردستان خشية لأن ترجعون للماضي للخلافات الماضية أنا جاي أحكي شلون ممكن إنه تهدأ كردستان وتتفق مجال هو السيد مسعود البارزاني ليس يسوي منية أو استفضال على شعب إقليم كردستان بأنه يتخلى عن سلطاته لأن هذا المنصب والسيد مسعود البارزاني منذ 2013 هو أصبح مشكلة عويصة لإقليم كردستان في جميع الدول العالم إنه الرئيس يكون خيمة للجميع يكون عنصر توحيد المجتمع والسياسيين ولا حركات الأحزاب السياسية ولكن السيد مسعود البارزاني منذ أن أصبح رئيسا لإقليم ولحد الآن هو أصبح عنصر لتقسيم المجتمع عنصر لتقسيم الأحزاب السياسية وتشرذم البيت الكردي والآن ما يسوي استفضال يعني أنه صلاحياته منتهي أصلا هو شرعيته انتهت اصلا هو رئيس غير شرعي بالنتيجه البارحه 73 صوت ايدوا وصادقوا على التوصيات وعلى توزيع الصلاحيات كبار مو هيك شيء كانت هناك خلط الدور كبار ما شاء الله يعني تقريبا ثلاثه على راي واحد ضد البارتي لا مو مساله ضد اخ احمد انت سالت سؤال يعني ممتاز جدا انا اعتقد هناك عده اسباب لكن نركز على السببين الرئيسيين ما حصل في كردستان وما تحصل اليوم في العراق وفي مناطق المتنازعه يعني احدهم الملفات العالقه خلال 13-14 سنهاتين او هذين الحكومتين يتجاملون البعض يعني للاسف للاحزاب السياسيه في العراق وفي كردستان خلال 14 سنة ما كانوا صريحين جدا مع البعض ما كانوا صريحين جدا عندما ما يكونون صريحين ويا البعض بمعنى هناك مجاملة هذا من جانب أما السبب الثاني أنا أعتقد هو الاستفتاء والريفراندوم اللي حصل وخاصة في مناطق المتنازعة لأن الأمريكان قالوها بصراحة طلعوا من المناطق المتنازعة به لذلك احنا أكدنا أن لا يكون مناطق المتنازعة من ضمن الاستفتاء والريفراندوم وحصل ما حصل وعافونا الآن عافونا كل القياديين السياسيين في كردستان بجميع أحزابهم صراحة أقولها حتى في ما بيهم من القيادين من الاتحاد الوطني الكردستاني عافوا كركوك وعافوا المناطق المتنازعة نحن أهل كركوك بقينا في مناطقنا والآن نشتغل على التهدئة وإعادة الحال إلى ما عليه كان صار التاريخ ما كان عليه سابقا الحلقة اليوم نركز لذلك أنا أريد مستقبل أقول كردستان نعم أنا أقول مستقبل العلاقات الكردية الكردية يعني المشروع السياسي تمام. اللي يحفظ تجربة كردستان أريد أركز على هالنقاط نعم يعني سيد أحمد أنا أريد يعني أوصل لهاي النتيجة للأسف الأحزاب الكردستانية يعني كثير من جميعهم كل الأحزاب الكردستانية ده منتظرين قرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني او المبادره من الحزب يعني مو بهالوضع في كل الاوقات يعني عندما يكون هناك مشاكل او يكون هناك يعني موضوع مهم في كردستان الجميع بانتظار قرار من حزب الديمقراطي كانه حزب الديمقراطي كل شيء في كردستان لذلك انا من هذا اكبر كتله برلمانيه نعم داخل برلمان كردستان نعم اكبر كتله برلمانيه داخل البرلمان الاتحادي ما ممكن إهمال رأيه يعني. لكن ممكن نحن الأحزاب الكردستانية الأخرى نتوحد ويكون لنا الرأي بموضوع بقرار سليم نجد مخرج حقيقي لحل هاي القضايا وهاي المشاكل للأسف هاي الأحزاب الكردستانية ما تحرك بهذا الاتجاه الأربع الباقي أنا قصدي والديمقراطي لوحده للأسف ماكو هالتوجه وماكو هالتحرك لحد الآن كاكزان هذا الوصف اللي وصفه كاكريبوار يخليني أتخيل كردستان بإدارتين مع سعي ما يحكى عن سعي بعض الدول الإقليمية من أجل جعل السليمانية وحلبشة إقليم منفصل عن إقليم أربيل تهوك وهذه الخارطة السياسية اللي أشار لها كاكريبوار تعضد هذا الرأي لا مو إداريا كحكومة لا أنا كفكرة أقصد لا خارطة سياسية أقصد ككتل سياسية وليس إداريا خارطة سياسية لا ككتل سياسية بالضبط يختلف بالضبط يعني الحزبين الأساسيين في الإقليم الاتحاد الوطني وحزب الديمقراطي الكردستاني على أرض الواقع قسموا كردستان هم يدعون إلى توحيد الشعب الكردي وتوحيد كردستان ولكنهم عمليا قسموا كردستان إلى المنطقة الخضراء والمنطقة الصفراء يعني لحد الآن لمسات الإدارتين موجودة في بعض مؤسسات الوزارة والأخوة يعرفون ذلك أرجع إلى موضوع يعني الاستفادة من الدروس التي حصلت الفارس يكبو
ولكن المهم أن ينهض بعد ذلك. الآن نفس الانتقادات التي كان يوجهها حكومة الإقليم إلى حكومة الاتحادية، نفس الانتقادات كانت تقع على الحكومة الإقليمية أيضا. ليس هناك شراكة حقيقية في الإقليم، ليس هناك مواطنة، ليس هناك أمن. يدعون أن هناك أمن، وفي الليلة الماضية كان هجوم على بيت الشيخ علي بابير وتهديد بالقتل. يعني أعضاء الجماعة شكلوا حزام في أربيل، نعم أتكلم عن أربيل التي يقال أن فيها أمن، الأمن فقط موجود لحزب معين. أما من يكون معارض صحفي أو معارض سياسي أو برلماني أو قيادي في أحزاب فما عنده أمن، في أي لحظة هو مهدد بالاغتيال وبالاختطاف وبالإهانة وبكل شيء. يعني قصدي أحزاب إقليم كردستان يجب أن تستفيد من هذا الدرس. نحن صح خسرنا الكثير خلال هذا الشهر، ولكن الدرس هو ما أن ننهض. ما خسرتش، رجعت الأمور كما كانت عليه دستوريا. تطبيق قل المال وأنت تعرف قبل كل الناس إقليم كردستان كان شبه دولة. أنت نائب في البرلمان العراقي، المادة 143 من الدستور تقول حدود إقليم كردستان 16. ما خسرتش، أتحدث عن الواقع. كنا شبه دولة، يعني كان المسؤولين في الإقليم وخاصة الحزبين متنعمين في كل شيء، ولا يحسبون حساب لبغداد ولا للحكومة الاتحادية. والآن يعني كأنه خيمة صفوان، ذكر خيمة صفوان عندما صار الاتفاق زين. وأنا يمكن في الحلقة السابقة ذكرت كان المفروض على القادة في إقليم كردستان قبل يوم الاستفتاء أن يوقعوا الاتفاق بعزة وبإشراف دولي، لا أن يوقعوها تحت خيمة صفوان بهذه الشروط التي فيها نوع من الإذلال ونوع من مس الكرامة، الكرامة القومية للشعب الكردي. الآن الناس في إقليم تشعر بأن هناك بغداد تبالغ في بعض الخطوات، وهذا خطير جدا. وأنا أدعو الحكومة الاتحادية أن تراعي هذا الشعور، شعور المواطن الكردي. تتوقع أنه الإدارتين راح تصبح أمر واقع قريبا؟ لا ابدا، انا استبعد هذا الموضوع. يعني قد يكون هناك خطط وهناك اناس يدفعون بهذا الاتجاه، ولكن الاراده الشعبيه والاحزاب لا تغامر بهذا الشيء. الاراده الشعبيه ضد هذا الموضوع واضح. كاك ماجد، ما اعرف يعني على شنو مراهن البارتي على وحده كردستان، يعني بتعاونه مع الاحزاب الكردستانيه الاخرى، بالديمقراطيه اللي موجوده، لو معتمد خلاص كاك مسعود انتهت ولايته وعلى اساس انه راح يبقى غير مؤثر مثلا بالسياسه الكرديه، على شنو مراهنين بالبارتي على وحده كردستان في ظل هذا الانقسام الهائل وفي ظل سطوه البارتي خاصه في اربيل وتوك؟ يعني استاذ احمد، بالتاكيد نحن نراهن على وحده شعب اقليم كردستان في ظل الازمه التي نعيشها. يجب هذه الازمه ان توحد كل الاحزاب السياسيه، خاصه اليوم المسألة تحولت إلى الحكومة، والحكومة كل الأحزاب ممثلة فيها عدا حركة التغيير. واليوم حتى بيان الخارجية الأمريكية المتحدثة ترحب بتنحي السيد مسعود أو عدم التمديد له، وبخطوة تولي السيد نجرفان قباط طلباني، وببدء الحوار عاجلا مع بغداد. لذلك هذه الأحزاب السياسية يجب هذه الفترة أن تدعم هذه الحكومة. أكو فعاليات سياسية كردستانية تريد حكومة إنقاذ، تريد حكومة انتقالية، ما مقتنعة لا بالتمديد مال البرلمان ولا مقتنعة بحكومة بحكومة كاك نجرفان وكاك قباد، ما مقتنعة. يقول لك هاي حكومة فشلت طيلة السنوات الماضية، أنا تحل المشاكل مع بغداد، أنا شلون أدز نفس الحكومة اللي فشلت خلال السنوات الماضية؟ شلون تحل المشاكل مع بغداد إذا بغداد ما تريد تحل المشاكل؟ هو شلون احنا وصلنا إلى هذا؟ حتى الاستفتاء جرى بسبب تعنت بغداد في حل المشاكل العالقة، وحتى إذا كان الاستفتاء لم يجري كان وصلنا إلى هذا اليوم، ولكن الاستفتاء أعطاهم المبرر للإسراع بهذه الخطوة. هي هذه المسألة. اليوم هم يقولون حكومة إنقاذ وطني، احنا حكومة موجودة مدى يتفقون، حكومة إنقاذ وطني كيف؟ شلون راح يتفقون؟ من يقودها؟ من الممثلين فيها؟ على الأقل لدينا حكومة فيها ممثلين، فلنخرج ونتفق على وحدة الصف والخروج بأقل الخسائر، لأن كما قال أستاذ زانة على الأقل الفارس يكبو ولكن ينهض. خلينا نتفق 8 أشهر باقية، وإذا كانت حركة التغيير والأخوة الآخرين قادرين على تغيير الحكومة فليغيروها من خلال صناديق الاقتراع. أما اليوم حكومة إنقاذ وطني في هكذا ظروف من الصعب جدا تشكيلها. واضح. إذن كاكاو، إذن تركون دكتور برهم صالح ومشروعكم معاه وترجعون وزراءكم لهذه الحكومة. الحكومة
اللي اتصلت بها بريطانيا والحكومة اللي مدعومة أمريكيا والحكومة اللي ممكن بغداد تستقبلها وما تستقبل غيرها، ونطيني آلية ممكن نشكل بها حكومة إنقاذ. احنا الآلية اللي على أساسها اتفقتوا مع الاتحاد مع الجماعة ومع دكتور برهم أن تشكلون حكومة إنقاذ، آلية على يا قانون على يا سند قانوني؟ أستاذ أحمد، احنا حريصين على مصلحة شعبنا، ومن هذا المنطلق ندعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني. يعني أريد أجيب مقولة لأينشتاين يقول إذا قمت بتجربة وفشلت وكررت نفس التجربة بنفس الآليات أو الأدوات فهذا جنون. فهذه لا ستحصل على نفس النتائج، لا تحصل ستحصل على نفس النتائج جنون أيضا. فبالتأكيد يعني هذه الحكومة فشلت. يعني قبل الاستفتاء، خلي ما نحشي على الاستفتاء، قبل الاستفتاء نجح في أي موضوع أو أي مجال في مجالات الحياة. جاي تكرر لي نفس وجهة النظر اللي جيت فيها بالمداخلة السابقة. لا 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 فشلت هذه الحكومة. جيد، انطيني آلية وسند قانوني يشكل لك حكومة إنقاذ. وبعد ذلك في ظل اعتراف دولي واضح بالحكومة الحالية. بعد ذلك البيان الوزارة الخارجية يقول بأن يتعاملون مع الحكومة ويدعمون الحكومة. نعم نحن ندعم حكومة إقليم كردستان التي يمكنها أن تمثل كل الأطياف، كل الأطياف الموجودة في إقليم كردستان. ولكن أيضا وزارة الخارجية البريطانية هناك إشارة بأن يكون هناك جيل جديد وحكومة جديدة في إقليم كردستان، وكل العالم يعرفون. وبعد ذلك نحن بالترحيب والآلية البيان رحب بدور كاك مسعود السابق في محاربة داعش وتعاونه مع بريطانيا في محاربة داعش، والجيل الجديد خوبي إشارة ليش ما أخذ بإشارة لدعم كاك نجيرفان. بس نحن نستطيع أن نقرأ ما بين الأسطر في اللغة الدبلوماسية الأمريكية والبريطانية. فبالتأكيد يعني الذي يقولون بأننا نرحب باستقالة مسعود البرزاني هم مرتاحين، نتصور بأنهم هم مرتاحين للاستقالة. نعم، لأن السيد مسعود البرزاني عنت وأصبح شخصية. بس دعمين لهذه الحكومة الحالية؟ لا، دعم للحكومة ماكو مشكلة، دعم للحكومة خلص. نحن لسنا، هذه يتعلق بالبيت الكردي والمشاكل الكردية. نحن قبل أن نتفاوض مع حكومة الاتحاد يجب أن يكون هناك لملمة للبيت الكردي وأن يكون هناك فعلا حل لمشاكلنا الداخلية، وبعد ذلك أن نتفاوض. نتفاوض نحن نرى بأن هذه النخبة، هذه الحكومة لو تتفاوض مع الحكومة الاتحادية ستكون هناك تفاوض بين الخاسر والرابح. ولكن إذا كانت هناك حكومة إنقاذ وطني، إذا كان الحزب الديمقراطي الكردستاني حريص على مصلحة شعب إقليم كردستان وأن لا تتكرر المآسي، فنحن نرى بأن عليهم أن يرحبوا بحكومة إنقاذ وطني، وهم أيضا سيشاركون. ولكن ليسوا، لا يمكن أن يكونوا أيضا هم رؤساء الوفود والقرار الأول والأخير بيدهم وبعد ذلك نرجع للمربع الرقم واحد. واضح. فالحكومة الاتحادية، فقط أريد أن أوضح، الحكومة الاتحادية أنا أخشى ما أخشاه بأن هذه الأوضاع التي تسببت بسبب الاستفتاء أن يتأثر على الحقوق القومية للكرد، الحقوق الدستورية الذي هو يعني مسجل بالدستور. الحكومة الاتحادية لطالما تؤكد على التزامها بالدستور، تحسن نعم الدستور. نعم فعلا نطبق الدستور بحذافيرها وليس بانتقائية، ويكون هناك تفاوض حول جميع المواضيع، ونحن فعلا لا أن يكون هناك تفاوض بين طرف خاسر وناجح. نحن كلنا عراقيين ونحن نرى بأن مستقبل الكرد في هذه المرحلة مع أخوتنا في العراق تحت سقف الدستور. واضح كاكريبار، أنتم راح ترحبون بحكومة الإنقاذ خاصة إن قبل أو نجحت المفاوضات مع الدكتور برهام صالح في أن يكون أمينا عاما للاتحاد الوطني الكردستاني بدلا عن الراحل مام جلال. يعني استاذ احمد، يعني امين عام ورئيس حكومه انقاذ. انا لست متحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن انا وجهه نظري اقول لا اعتقد تشكيل حكومه انقاذ وحل للازمه الحاليه الموجوده في كردستان. هذا وجهه نظري. انا اعتقد نحن بحاجه الى اراده جماعيه متمثله بجميع الاحزاب الكردستانيه بما فيهم البارتي او الديمقراطي اذا ارادوا ذلك، اذا ارادوا ان منو غير ممثل بالحكومه حاليا عدا غوران اللي انسحبت من الحكومه؟ يعني كل الجماعة التغيير ما موجودين حاليا في الحكومة، لربما يرجعون يرجع. يعني لربما يعني رئيس الحكومة كاك نجيرفان من البارتي، نائب رئيس الحكومة من الاتحاد، والأحزاب الأخرى موجودين، والأحزاب الأخرى ممثلة بالضبط. أحسنت. فتشكيل الحكومة إنقاذ، وإحنا أمامنا فقط 8 أشهر لإجراء الانتخابات في كردستان،
أنا أعتقد هذا ماكو داعي لهالتشكيل، هذا هو وجهة نظري، لربما أنا أكون غلطان. لذلك أنا أكد بدل تشكيل حكومة إنقاذ هو كما قلت يعني يكون هناك إرادة جماعية، يعني نتحكم بلغة المنطق والعقل، ومن ثم إيجاد مخرج حقيقي من هذه الوضع المتأزم الذي تعيش فيه المواطن في كردستان للأسف. وأنا أعتقد سياسة القادة السياسيين الموجودين في كردستان وعلى رأسه حزب الديمقراطي لأن هم الأكثرية، ومن داخل حزب الديمقراطي السيد مسعود البرزاني يتحملون المسؤولية كاملة ما حصل اليوم في كردستان أو ما جرى اليوم في كردستان. الشعب ديعاني صراحة أقول، سواء كان في كردستان وأيضا في مناطق المتنازعة هناك انكسار حقيقي للشعب. الآن ليهمكم، لا ليهمكم أن تجلدون البارتي، تجلدوه على الخطوة هاي الخاطئة الكارثية اللي أخذت كل مكاسب كردستان، لو تحافظون أنتوا البارتي على مكاسب الإقليم على الأقل، على الإقليم اللي يتفتت ليصير إدارتين، لصير حرب داخلية كردستانية كردية. الكل مسؤول، الكل مسؤول، لكن هناك من يتحمل أكثر مسؤولية. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا هذا اللي أقصده. لذلك المطلوب؟ المطلوب أنا كما قلت هو يعني التحكم باللغة المنطقي والعقل. جميع الأحزاب الكردستانية يتحاورون فيما بينهم، ومن ثم يتجهون باتجاه البغداد، جلوس على طاولة واحدة وحوار حقيقي وجدي مع بغداد لحل كثير من القضايا العالق بين هاتين الحكومتين، ملف النفط، ملف المناطق المتنازعة، ومواضيع الأخرى، الموازنة ما موازنة، واضحة. هناك كثير من الملفات، القضايا الخلافية. لذلك أنا أعتقد حان الوقت للحديث في هذه الأمور بجدية، وأنا أعتقد الحكومة الاتحادية بابها مفتوح لهذا النقاش. واضح كاكزان، يعني هسه الكرد اللي يقعدون ويردون يبلورون موقف موحد، ايش راح يتبلور هذا الموقف؟ يعني شنو الغايه منه؟ الغايه منه انشاء وفد تفاوضي او تسميه وفد تفاوضي مثل الاحزاب كلها، دعم الحكومه الحاليه هي تروح تتفاوض. الان هاي الخلافات على شنو جاي تدور؟ اذا استفتاء صار وصارت تداعياته، واللي تتهموه انه المسؤول عن وضع الكرد في هذا الوضع انتهت ولايته وخلص ترك الكرسي، على شنو يتفاوضون الآن الكرد وعلى شنو مختلفين؟ شوف أستاذ الكريم، احنا في يوم 24/9 أصدرنا بيان وقلنا في النقطة الأخيرة أن الذين قرروا الاستفتاء هم من يتحملون ما يؤول إليه نتيجة الاستفتاء، والآن عليهم أن يقولوا بشجاعة نحن قررنا، وكما قالوا في تصريحاتهم سنتحمل كل المسؤوليات. الآن فقط المطلوب منهم أن يعترفوا ولا يصروا على العناد ويقول لا نحن ما أخطأنا، ويتكلمون بنظرية المؤامرة. ليش تردون؟ ليش تردون إذلال البارتي؟ نعم. ليش تردون إذلال البارتي؟ لا بالعكس، نحن نريد إنقاذ البارتي، لأن البارتي واليكتي هم أمر واقع وأحزاب عريقة ومناضلة لا أحد يستطيع إنكار وجودهم، ولكن أيضا يجب أن يعني أن يعوا الدرس الذي حصل، وأن يراجعوا لماذا حصل هذا. خسائرهم كبيرة جدا. خسائر هي من الشعب، اللي يخسر باي حسن واللي يخسر أبانا واللي يخسر، اللي كان منتفع كبيرة. أكثر هو اللي راح يخسر أكثر طبعا. زين. اللي كان منتفع أكثر من الوضع الإقليم وكان الحكم هو يديره وكل النعم إله، فهو طبعا يخسر. واحد دخل الذئب الأغنام ماله، أكل 20 غنم منه، واحد ما كان عنده غنم قال والله أنا ما راح مني أي غنم لأن أصلا ما عندي غنم. زين. فالآن المطلوب يختلف، المطلوب الآن، ذاك اليوم أمير الجماعة الإسلامية في خطاب وقال إحنا كشهامة وكإنسانية الآن الحزب الديمقراطي حتى إذا وقع في الخطأ نحن لا نكرر عليه يوبين أنت أخطأت، نريد نساعده، نريد ينهض، نريد يستفيد من هذا الدرس، نريد يعني هو يكون مبادر لتوحيد الصف. يعني ما بي أي مشكلة إذا يتنازل للأحزاب الكردستانية، ليش التنازل للآخرين؟ شنو طبيعة التنازل المطلوب من البارتي؟ يعني المطلوب هو أن يقول تفضلوا أنتم أيضا القادة السياسيين، أنتم أيضا وطنيين، شنو المقترح مالكم؟ لازم يصير اعتذار من غوران؟ لا ليس اعتذار، لا للشعب الكردي وليس للأحزاب السياسية، البرلمان والوزراء يتم تقديم اعتذار لهم ويدخلون بالحكومة. حركة التغيير، جماعة الإسلامية، التيارات الأخرى، تفضلوا نحن مستعدون لطروحاتكم. جيد. ونحن عندنا مشاريع وطروحات للنهضة، ليقوم إقليم كردستان مرة أخرى ونبدأ بحوار جدي ونحافظ على الحقوق الدستورية للإقليم
التي هي الآن في خطر. كاك ماجد، الاعتراف بالخطأ فضيلة ومسؤولية بكل القيمة اللي يحملها كاك مسعود لدى الكورد، لدى البارتي وجمهور البارتي على الأقل تقدير. المفروض منه الآن يعترف بخطأه ويمد يده لكل شركائه في الإقليم، وما يطلع عنده بالخطاب الناري مال البارحة، وبعد الخطاب تطلع الشباب هاي تحرق وتقتل. هو هذا كان المفروض التصرف اللي يقوم به البارتي بعد كل اللي صار لكردستان بسبب البارتي؟ لا أخي العزيز، أنت تجي تحمل البارتي، يجب على الجميع أن يتحمل المسؤولية. قد يكون الصوت الأعلى للبارتي. أنا محمل البارتي اليوم. أنا لا قوران ولا أنا يكتي. أنت تقول البارتي ولا أنا يكتي. لا أنت أخي خلي أكمل أسأل. خلي أكمل. أولا اليوم الأخ يقول يجي يتنازل. أخي العزيز، حكومة موجودة وباقي 8 أشهر، إذا لكم القوة تستطيعون تغيير الواقع، غيروا من صناديق الاقتراع. مو تريد أنت تجي تستفاد من تداعيات أزمة قد حصلت. قد يكون هناك خطأ في التقييم، خطأ في الحسابات، ولكن ما ذهبوا إليه هم لم يذهبوا إلى حرب، ذهبوا إلى ممارسة سلمية لتحقيق طموح وهدف، ولكن النتيجة جاءت سلبية. وهم، أنا أقول مرة أخرى، هم ركبوا الموجة ولكن النتيجة جاءت سلبية، تنازلوا عنها. حركة غوران ذهبت في ليلة الاستفتاء، الجماعة الإسلامية أيدت الاستفتاء، ولكن اليوم يحملون البارتي كل شيء. بس أنتم قررتم، لأن الاستفتاء اليوم الأستاذ كاوي يقول أخي منسق العام مالكم، أنا شفته راح على التصويت. يعني شخص من الحركة التغيير، حركة التغيير 500,000 صوت عنده. يعني لو ما يصوت. لا أخي، أصدر بيان قالوا نحن ندعم الاستفتاء. لا أستاذ أحمد، أنا موجود، البيان راح أجيب لك إياه. خلي أكمل. تفضل. أستاذ، أستاذ أحمد، هم أستاذ كاوة يقول بأنه الرئيس الإقليم سبب تقسيم. نحن لم نسمع بتقسيم الكرد إلا بعد ظهور حركة التغيير في عام 2009. كانت الأمور كلها توافق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي والإقليم، يدور حركته وعجلته بكل تفاهم. ظهورهم هو سبب التقسيم في إقليم كردستان. الكل ينتظر. هم لم يستطيعوا ولم يساهموا في توحيد الصف الكردي. الكل ينتظر. الكل ينتظر مبادرة من البارتي. الكل ينتظر مبادرة حسنية واضحة. المبادرة أخي العزيز، المبادرة أستاذ أحمد. نعم أستاذ أحمد، الصف الكردي إذا هم يريدون، نحن نعيش أزمة حقيقية، مو يدور لمصالح وضرب الحزب الديمقراطي وتداعيات الإقليم. حكومة موجودة، فليعودوا إلى الحكومة ويساهموا في وفد يأتي إلى بغداد ويعرضوا كل مقترحاتهم ويحافظوا على الحقوق الدستورية وحقوق شعب إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها. نحن اليوم أهل المناطق المتنازع عليها نعيش أزمة، لا أحد يستطيع العودة إلى داره، نازحين. هو يريد يشكل حكومة إنقاذ وطني، طول 5 أشهر أو 6 أشهر موجود حكومة يشتركون بها ويروحون إلى بغداد ويتفاوضون وما يتنازلون عن الحقوق الدستورية. نحن نرحب بمشاركتهم في الحكومة. كلام شو؟ لا شو المعنى كنت؟ لا هذا إبداع سياسي يقول. وحركة التغيير هو اللي قسم إقليم كردستان. وحركة التغيير ب 2009 تأسس، وبعدين يعني هو حركة التغيير قسم إدارتين، إدارة السليمانية وأربيل. هو أصلاً ما كان موجود حركة التغيير. حركة التغيير كان إلى مشروع يوحد البيشمركة. من اللي كان سبب عدم توحيد البيشمركة؟ والبيشمركة الآن يعني كل فوج ومجموعة من البيشمركة تابع لحزب ولشخص داخل الأحزاب. هذا الآن هذا الكرد يمرون، الكرد يمرون بلحظة مفصلية، لحظة تاريخية. ما يخالف. إذا تبقون تنبشون بالجراح السابقة. إحنا مع، شوف، هذه وجهة نظرنا، انه احنا مع حكومة انقاذ وطني. حكومة انقاذ وطني عندنا خارطة الطريق. الخارطة انه او عن طريق البرلمان سحب الثقة من الحكومة، او استقالة وزراء نصف زائد واحد من الحكومة، او عصيان مدني. كل الطرق القانونية والمدنية احنا مع هذا التوجه. ما شو ما اشوف، لا شو ما اشوف، ان الفوضى راح تملك كردستان والقوات الاتحادية في طريقها الى اربيل والى دوق حتى تفرض الامن. وهذا صار بتلميح البارحة من بيان الحكومة. هو الفوضى شفنا خلافاتكم ستدفع على القضاء على تجربة الاقليم. البارحة شفنا اربيل ايش حصل.
وفعلا على شفا حفرة، والآن السلم المجتمعي في إقليم كردستان في خطر بسبب هذه السلطة البوليسية الموجودة في أربيل. ولهذا نحن نرى بأن وحدة الصف مثل ما قال الأخ ماجد، وحدة الصف تعريف الديمقراطي الكردستاني لوحدة الصف هو أنه أنا عندي سياسة ورأي، يجب أن يكون الأحزاب الأخرى جميعهم متفقين معي وإلا خرجوا عن الصف الكردي. نحن نريد إعادة تعريف للصف الكردي، توحيد الصف الكردي. يجب أن يكون هناك تشخيص للخلل والفشل الموجود في إقليم كردستان، وبعد ذلك إعادة صياغة خارطة الطريق ونتفق عليه، وأن يكون الحصة الأكبر للمشاركة في القرار للذين لم يكونوا سببا في هذا الفشل الذريع، الفشل وراء فشل. فلهذا ليس باستفادة الحزبية، ليس باستفادة الحزبية، وإنما للحد من التضرر الشعبي. هذا الوضع كاكريب وار سيدفع الحكومة الاتحادية لفرض سلطاتها إن أدت الأمور إلى فوضى، ويبدو البارحة كان مؤشر لفوضى عارمة وفقدان أمن. سيدفع الحكومة الاتحادية لفرض سلطة الحكومة الاتحادية وحماية شعب كردستان من أي وتأمين أمنهم، راح يدفع القوات الاتحادية للدخول إلى أقصى جبال كردستان على الحدود الإيرانية والحدود التركية. أنا أعتقد هناك من يريد تدخل أو دخول قوات الاتحادية إلى مناطق أقليم كردستان، لكن ايضا من هذا يعني في كردستان ربما هناك من يشتغل لهذا، من المواطنين فعاليات سياسيه، يعني لربما احزاب، يعني على سبيل ما اريد اذكر، لكن انا اعتقد خلي اكمل حديثي. الحكومه الاتحاديه لا تريد الدخول الى اقليم كردستان، واعتقد هناك قوات امنيه تستطيع فرض الامن وفرض القانون في هذه المناطق ان حصل اي شيء. اللي حصل البارحه والامس في اربيل كان مبرمج ومنظم من قبل حزب حاكم في أربيل، يعني خلينا نكون صريحين جدا. لكن دخول قوات الاتحادية إلى مناطق أقليم أو حدود أقليم كردستان راح يكون هناك تأزيم للوضع، وأعتقد راح نقع في هاوية، والكل والخاسر والعراق أيضا. قل لي شو سوى الحكومة الاتحادية اللي الدستور يجبرها أن تحمي ناسها في كردستان وفي أقصى نقطة من كردستان أكيد. إذا شافت أحزاب كردية بسبب مصالح قياداتها، نعم أستاذ أحمد، إن كانت القوات بسبب مصالح قياداتها جاي تنهي شعب كردي أصيل، إن لم تستطيع، جوعان تعبان صار لسنين ما قابض رواتب، شو تسوي الحكومة الاتحادية؟ تتفرج؟ إن لم تستطيع القوات الأمنية المتواجدة في أقليم كردستان بحماية المواطن وبفرض الأمن في هذه المناطق، هناك حديث آخر صراحة. لكن لحد الآن قوات الأمنية موجودة في كردستان وتستطيع أن تقوم ما هو واجب عليه. كاكزانا ممكن أن تصل الأمور لأن الحكومة الاتحادية تفرض. نحن لا ندعو الحكومة الاتحادية إلى الدخول إلى أربيل والسليمانية، ولكن ندعوها أن تساعد الإقليم في سيادة القانون، في إعادة النظام الديمقراطي للإقليم. هاي دعوة مبطنة. لا، نحن منذ سنتين مع حركة التغيير نطالب الحكومة الاتحادية أن تقوم بمسؤولياتها للحفاظ على النظام الديمقراطي في الإقليم، لأن هناك تعطيل للبرلمان، لأن ليس هناك سيادة للقانون، ليس هناك قانون للموازنة في إقليم منذ 4 سنوات، هناك استئثار بالسلطة، هناك قوات عسكرية تابعة للأحزاب، هناك استخبارات تابعة للأحزاب. معناها يا حكومة اتحادية كمية. هذه دعوة من جزء من الكرد، لا، تفوتين الأربيل تقليل كاك مسعود تنهينا على هاي العائلة، هاي دعوة الحكومة واضحة الاتحادية الحكومة الاتحادية كما تشترط أن يعود لهذا الحقل من النفط، خلي تشترط أن يعود النظام الديمقراطي البرلماني للإقليم. اشترطت هواية، لكن تريدها تفرض، يعني الآن دعوتك تريدها لازم تفرض الديمقراطية في هذا في الإقليم. الديمقراطية تستحق تدخل سياسي واضح. عن طريق أحزاب إقليم كردستان تدعم الأحزاب الوطنية. واضحة الخطورة وين صايرة يا كاك ماجد، واضحة. ختام وياك، يبدو انه عنادكم سيفرض على الحكومه الاتحاديه الدخول بقواتها الى اربيل ودهوك وحتى السليمانيه من اجل فرض حمايه للشعب الكردي. والله يعني قد يكون قد خان التعبير استاذ زانه، بس حقيقه مطالبته بتدخل الحكومه الاتحاديه هذا خطر كبير. الافضل ان ندفع التدخل، لا، بمساعدة شعب إقليم كردستان. أخي العزيز، النظام الديمقراطي موجود، البرلمان موجود، الحكومة موجودة، 8 أشهر انتخابات،
شعبك وجماهيرك خلت ذلك على تغيير النظام. بغداد ما تنتظر 8 اشهر، المجتمع الدولي ما ينتظر 8 اشهر كاك ماجد. الازمه ما تنتظر 8 اشهر. المجتمع الدولي داعم المجتمع الدولي داعم للحكومه الحاليه لاقليم كردستان سواء كانت فرنسا او بريطانيا او امريكا. راح يعتصمون، راح يسوون اضرابات، راح والله اذا سوون اعتصامات واضرابات يعني هاي دعوه للتدخل في الاقليم والفوضى في الاقليم وانتهاء الاقليم. انتم جبتوا القوات العراقيه لكل المناطق، وانتم دخلتوا القوات العراقيه ايام صدام، ودخلتوا القوات التركيه الى جدل حد ما ضيعون كردستان. ما منجر اي دوله الى حد ما ضيعون كردستان. بس اكو عندي فيسبوك عمر اغا، السلام عليكم، وجهه نظر من مواطن كردي القوميه، قيام دوله كرديه في الوقت الحاضر مستحيل تماما. الدولة الكردية تولد عند وفاة الدول الكبيرة المجاورة إيران وتركيا، وهذا المخطط واضح. وبعد إضعاف العراق عام 2003 وتقسيم سوريا وقيام إقليم كردي فيها، أصبح التوجه الآن إلى إيران. الولايات المتحدة لا تريد دولة كردستانية صغيرة تجاور الدول الكبيرة، تريد دولة كردية كبيرة تكون العمود الفقري لها في المنطقة. ما عندك وقت؟ خليني وقت بس أشكر ضيوفي. ماكو بس ملاحظه اذا ممكن على شمال العراق. هذه الكلمه تنعاد، هذه الكلمه تنعاد كل مره، هذا ماركه مسجله بايام نظام صدام حسين. فنتمنى من جميع المسؤولين والشخصيات السياسيه والعراقيه مخالفه للدستور ان لا يستعملوا هذا مخالفه للدستور. اكو مسؤول يستخدم شمال العراق وهذا يستفز الشعب الكردي. اقليم كردستان اقليم تسميه دستوريه. هناك برلمانيين يطلقون اسم اقليم شمال او شمال العراق على اقليم العراق. للاسف كان صدام حسين هو اللي يطلق دعوه مثل ما يرفعون دعوه عليكم على التسجيل. لذلك انا يعني اخر كلمتين، اخر كلمتين سيد احمد، يعني كنائب عن كتله اتحاد الوطن الكردستاني وخاصه المناطق المتنازعه وبالاخص كركوك، يعني ادعو الى حوار حقيقي وجدي ومثمر بين بغداد واقليم كردستان لخروج من هذه الازمه. لذلك اتمنى معكم على بغداد. نعم. يا شلون نمدد الحصاد راح يبدي. اتمنى من العقلاء حلوا مشاكلكم بغداد، منتظركم من زمان للحوار وفق تحت سقف الدستور. تمام، لكن انا ادعو لذلك، ادعو هذا من كردستان اول مره ثم باتجاه بغداد. انا اشكرك شكرا جزيلا لك ريبوار طه، شكرا لكاك احمد، شكرا لكاك زانه سعيد، وشكرا لكاك ماجد شنقالي. شكرا لكم، ونشوفكم باكر ان شاء الله.